دكتور أسعد، أين هو العقل من كل ما تفضلتم وذكرتم؟ القلب حاضر والروح حاضرة وكل المعاني السامية موجودة، ولكن العقل حاضر أم غائب؟ خلق الإنس والجن من أجل العبادة. في رجل اسمه زين العابدين. زين العابدين بالترتيب الإمامي هو الرابع من الأئمة، وهو السادس من المعصومين على اعتبار رأس المعصومين الحبيب المصطفى وابنته الزهراء. هذا يقول بعد أن صابه ما أصابه، وكلنا نعلم الحكاية، يقول: لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. هل الآن نحن أمام ظاهرة عجبة؟ فعلا، بعد أن يكون القرآن معي لا أستوحش لو مات من بين المشرق والمغرب، وهو مودع حسينا، أبو أباه، مودع أهله. ما الحكاية؟ هل كان في حالة العقل أم كان في حالة الوجد؟ ما الذي زهده؟ لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت. أية تعزية وأي سر في العقلانية التي ضبطت في هذا الكتاب كل شيء. عين قل عقل، إذا خدت العين قل، عين قل 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 ماذا أقول؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآن يعني بالمعذرة من الأعزاء، أعز شيء أن يقدم الإنسان نفسه، يعني وعيه. فنحن الآن بنشوف الوصول إلى السعادة هو بالوعي. الوصول إلى السعادة، أنت عندما تعي، عندما وعى زين العابدين، ما الحكاية هنا؟ يعني هو أمام حضرة يعرف جيدا أن في هذا القرآن قول أن ربه أقرب إليه من حبل الوريد، ويعرف أنه معه أينما كان، ويعرف أنه يقول للشيء كن فيكون. يمكن أن يعود أيوب مرة أخرى بعد البلاء، يمكن أن يقوم المسيح، يمكن أن يقوم الحسين، يمكن أن يقوم سقراط. كل هذه الأحوال عند أهلها العابدين، والعبادة العبادة. يعني حكاية عظمى، أنه الوصل لبيك اللهم لبيك. في حقيقة الأمر الدين هو علم وهو عقل. وأنا مرة، معلش حتى تقترب المسألة من التطبيق، جاءني وفد من السيدات الأمريكيات، الطبيب النفساني والفلان وفلان. المهم عندما جاءوا سألتهم أنه برأيكم ما هي الحاجة عندكم؟ قالوا نيد. نكتبوها، قال نيد، نكتبها من الغرب إلى الشرق، NEED. طيب انتم بالشرق الان اقروها مثل ما كتبتوها من الشرق. قالوا دين. فان هذه هي الحكايه كلها، هذه هي الحكايه كلها. دين الشرق، دين الشرق حاجه الغرب.